الآن أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن ما تردد عن رفع الدعم عن رغيف الخبز في الموازنة العامة الجديدة للدولة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. هذا وقد تواصل المركز مع وزارة التموين والتي أكدت على استمرار صرف رغيف الخبز للمواطنين على البطاقات بخمسة قروش دون أي زيادة ولا تفكير بالمساس به. كما ونفى المركز خسارة مصر 10 مليارات جنيه سنويا من الضرائب وارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 25%. أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم إلى 47.7 مليار العام الحالي. وأشار تقرير البنك إلى احتلال الصين المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بقيمة 3.3 مليار دولار، فيما جاءت الإمارات بالمرتبة الثالثة بقيمة 2.79 مليار دولار، والسعودية بالمرتبة الخامسة بقيمة 2.500 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثامنة بتبادل تجاري بلغ 1.86 مليار دولار. أعلن نائب رئيس إدارة مكافحة التطرف في الداخلية الروسية أن أكثر من 3500 مواطن روسي منخرطون في العمل المسلح بسوريا والعراق واليمن. وأوضح نائب الرئيس أنه توجد معلومات تؤكد أن أكثر من 3500 مواطن روسي بينهم 700 امرأة يوجدون حاليا في مخيمات المسلحين في سوريا والعراق وأفغانستان، مشيرا إلى أن النساء ذهبن إلى هناك مع أزواجهن. قالت وزيرة الخارجية الهندية إن حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومي الهندوسي حقق انتصارا تاريخيا في الانتخابات العامة، وذلك بعد فرز مئات الملايين من الأصوات في الانتخابات الضخمة التي جرت على عدة مراحل. وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن مفوضية الانتخابات في الهند أن حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة مودي حصل على 292 مقعدا من أصل 542، وهو ما يزيد عن المقاعد المطلوبة لتحقيق الأغلبية المطلوبة في مجلس النواب بالبرلمان والتي يبلغ عددها 272 مقعدا. ورياضيا، ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إجراءات تأمين بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والملاعب التي تستضيف مبارياتها في شهر يونيو المقبل. واستمعت اللجنة إلى الجهات المعنية بتأمين هذا الحدث والتي تقوم بمراجعة واستعدادات الأماكن المختلفة سواء للتدريب أو لإقامة اللاعبين، وأن ممثل القوات المسلحة ووزارة الداخلية طمأنوا اللجنة خلال الاجتماع معهم بشأن إجراءات التأمين، مشيرة إلى أنها ستتابع فعاليات كأس الأمم الأفريقية للوقوف على سلامة الإجراءات بما يضمن إظهار وجه مصر الحضرية أمام العالم.